الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والجمع والدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل الدخول في هذا الموضوع الذي اجتمعنا من أجله، أذكر نفسي وإياكم بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، إلى آخر الحديث. فهذه الفضائل العظيمة التي ينالها المجتمعون في بيوت الله تعالى لمدارسة كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، في هذا الحديث ذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم أربع فضائل. قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وهذه الفضائل الواجب علينا أن نحرص عليها، وذلك بتتبع هذه المجالس التي يقال فيها قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في صحيح البخاري ومسلم من رواية معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. علامة إرادة الله بالعبد الخير أن يفقهه في الدين، لأنه أعظم نعمة الدين، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى. أعظم نعمة ينعم الله تعالى بها على العبد الدين والإسلام والاستقامة في هذا الإسلام وعليه. لذلك قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم شنو؟ نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. فكون الناس الآن في العالم كتار جدا. قبل فترة قالوا العالم فيه 7 مليار، 7 مليار فيهم مليار واحد ده اللي بينتسب للإسلام، والستة الباقين ده برا الإسلام. وفي المليار اللي بينتسب للإسلام ذاته فينا العجب العجاب. فإنت كونه تكون مسلم والله يمن عليك بالاستقامة وتجي المساجد وتكون على العقيدة الصحيحة والمنهج القويم وتسمع الكتاب والسنة وتوفق للمدارسة في الخير، فهذه من نعم الله العظيمة التي تقابل بالشكر، تشكر الله سبحانه وتعالى. شكر رب العزة والجلال من على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك
فحدث. فإذا الله اختارك اختيار، أنت ما تفتكر كونه جيت مسلم الشغلة دي هسي نحن جايين ركبنا ركشة، هسي أنا ومعايا إخواننا ذيل الاثنين ذيل ركبنا ركشة قام شغل غنى، هسي دي المغرب ده قبل المغرب شغل غنى، قمنا قلت له أنا عينت له كذي شكله ما مسلم، قلت له أسمع النازل مولانات يا الغنى ده وقفه. قال لي الإمام في القلب، هو لا عنده في القلب لا في اليد وما عنده الشغلة دي مرة واحدة. بعدين قال لي الإمام في القلب، أظن سمعها من زول. المهم قال الإمام في القلب، والحسن البصري رحمه الله قال الإيمان ما وقر في القلب وصدقه شنو العمل. قمت أنا دار حاجه وما مسلم، ماذا أقول لك؟ قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا أقول لك؟ قلت له أسمع، أنت هسي المكنة بتاعت العربية المكنة دي مو جوا؟ قال لي يا قلت له بس بتكون مدورة جوا ولا بتحرك اللساتك برا؟ قال لي يا بتحرك اللساتك بس. قلت له دي الشغلة ذاته. قام وقف الغنى، وقفوا أنا قايله نصراني. قلت له أخي أنت مؤمن إنه موسى نبي وعيسى نبي؟ قال لي ذيل كلهم ما انبياء، ما في نبي ذاته. قال لي يا زول والكون ده قلت له ما عنده رب؟ قال لي لا لا الشغله دي بس كذي ماشيه كذي. قلت له قميصك ده، القميص ده انا دار اوريك فائده بس قبل ما نخش في الموضوع، انه الله انعم عليك بنعمه الدين. قلت له يا اخي القميص ده اللي انت لابسه ده لو في قطعة مرمية ساي في الواطة، قطعة مرمية، قول الشغلة دي صدفة، لكن كون القميص ده فيه جيب والجيب عنده محل معين وعنده زراير واليد ذاتها كيف، الشغلة دي مش عندها مصنع؟ قال لي عنده مصنع. والمصنع ده مش فيه ناس صنعوا القميص؟ قال لي هاي الصنع القميص اسمه منو؟ قلت لي قال لي ما عارفه. قلت له معناه في صانع وانت ما عارف، بدليل انه في قميص، والا لو ما كان في صانع كان القطعه دي تكون مستوى واحد، ما في حاجه اسمها صدفه تكون مرتبه. الناس في البل قلت له ده لعاب بخرط كل مره وقماره، وذاك ما بيعرف يلعب كل مره بخرتوه، يوم يلعب صح بيقولوا دي صدفه لانه شغله ما مرتبه. فانت اذا قميصك ده عنده صانع وانت الصانع ما شفته لكن موقن به، الكون ده كله قلت له باركوه زاي؟ الكون ده بس باركوه زاي كده جاي ماشي زاي؟ الزول يكون 9 شهور في بطن امه، وتاني ذاك يجي برضه 9 شهور، المفروض ده 9 شهور ذاك شهرين وده شهر وده كذا وكذا بالمعنى ده يعني مش بنصه. فالمهم في النهايه ضحك كده ونزلنا منه خليناه. ففي النهايه انت تعظم امر النبي صلى الله عليه وسلم وتحبه صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا في الله. الزول لما تحبه تحبه في الله بس، ما عشان قروشه ولا عشان المنصب بتاعه ولا عشان هو بيتونس معاك كثير ولا بضحكك ولا عشان هو جميل في شكله ولا هو من أهل قبيلتك ولا من ناس الفريق، لا، وإنما تحبه في الله سبحانه وتعالى. 3 قال: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. الله مرقك من الكفر تشكر الله وتكره انك ترجع للكفر، وانت قال الكفر ده شيء بعيد، انت ما تبقى زي التكفيرين، انت ما تبقى زي التكفيرين، ناس الدواعش واللي بيفجروا الناس والناس المكويسين ديل ما معروفين، ديل مخالفين في الدين. لكن في نفس الوقت اعرف انه الكفر ده قريب خطر. الزول يا ناس بيخش الدين بكلمه، الزول بيدخل الدين مش بيقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، بيدخل الدين بكلمه وممكن يمرق من الدين بكلمه. الموضوع ده ما خطر جدا.
وللأسف الناس الآن الأمر ده بيجهلوه كثير منهم ويتساهلوا فيه. تركب البص يشغلوا غنى في نص الغنى يجيبوا لك كفر، والله الذي لا إله غيره يبدو عليك غنى كلام بتاع عاطفة وغزل وحاجات زي دي، ما مشكلة والمشكلة إذا أتى مشكلة شغال في البص انتهت من دي يجيبوا لك تاني بعد شوية واحد تاني، ولا بيت تشتغل ست الودع أرمي الودع يا زولة. الشغلة دي كفر عديل. الودع ده شنو؟ ارموا كذي يقولوا ست الودع ترمي، ولا ناس الدستور ديلك نساهم بيتلمن وده قاعدين في البلد دي، والله في العاصمة دي في ما تفتكر الموضوع الناس بتكلم زايم، في العاصمة دي في قاعدين يشربوا جبنة ويرموا في الودع، بعد شوية يقول لك اسمع انت بجوك جنين بيت ولد وانت تكون ما مزوج ذاته، بس ذيل يجوا كيف ومصايب ثقيلة جدا. والله قال في القرآن وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وتركب في البص بعد شوية يجيبوا لك ناس النكات ذيل كمان خطرين، ذيل يضحكوا بيجاي بيجاي بعد شوية يجيبوا لك نكات كلمات يضحكوا بها الناس وقد يكون فيها استهتار بالدين. يا أخ في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك، غزوة استمرت 50 يوم المشي والجي والفترة هنا 50 يوم. في الطريق في ناس قالوا ماشيين مع الرسول عليه الصلاة والسلام، شوف الناس دي ضحكوا بس استهتروا لأنه الزول يكره أسباب الردة، وده علاقة الكلام بالحديث ما مرقنا من الموضوع ده علاقته بالحديث، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. الناس زي قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. ثلاثة جمل دي قال شفت ناس شايفون اللي بيقروا القرآن ديل وعاملين فيها ناس دين ديل، أي ديل أكتر ناس بيأكلوا وأكتر ناس كذابين وأكتر ناس جبانين، وده طبعا كله كذب لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعاه الصحابة بيجوعوا لما يربطوا الحجر، والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هم أصدق الناس، هم أصدق الناس، والذي جاء بالصدق وصدق به وأجبن عند اللقاء قال ولا أجبن عند اللقاء قال، هم ماشيين معركة كيف يكونوا جبانين؟ كذا الكلام ده بيستوي بيستقيم ما بيستقيم. فلما قالوا هذه العبارات أنزل الله فيهم قرآنا يتلى، عشان تعرف ان الزول قد يكفر وما جايب خبر. قال الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب من هز لساي، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. مش كلام خطير؟ والزول يا ناس الزول يعمل حسابه، والله يعمل حسابه شديد. والآن المظاهر دي موجودة، مظاهر الكفر موجودة الآن، تلقى زول يعلق حجاب تقول لدي شنو ولك من السكين ومن العقرب ومن كذا ومن كذا وكذا، ويعني دي بتحميك والكهاي بتحميني، ده كفر ده شرك بالله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند إمام أحمد وفي سلسلة الصحيحة من رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من علق تميمة فقد أشرك أشرك. وقال الله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله.
فنحن تاني رجع للموضوع مرة تانية، إنه الإنسان يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويتبعه، مش محبة لسان ولا محبة قلب بس، تتبعه. لأن أبو طالب دعم الرسول عليه الصلاة والسلام، وده دافع عنه، شوف دافع عنه مش سنة ولا سنتين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ولا عشرة، دافع عنه 48 سنة. 48 سنة بدافع عن الرسول عليه الصلاة والسلام، من عمره 8 سنة رباه ومعاه ومشى، تم 13 سنة مشى بالرحلة للشام ولاقاه الراهب المعروف بحيرة، لاقاه وشاف وش النبي صلى الله عليه وسلم، عمره 13 سنة وفيه علامات النبوة، فقال: ما يكون هذا الغلام منك؟ يبقى لك شنو؟ قال: ابني. قال: ما ينبغي أن يكون أبوه حيا، ده مفروض أبوه يكون ما حي. قال: هو ابن أخي. قال: فإني أحذرك أنك إن ذهبت به إلى الشام رأته اليهود، وإن رأوه قتلوه، فارجع به. فرجع به إلى مكة. يعني من الوقت ذاك هو عارف إنه ده شنو، ده زول ما عادي، ده نبي بعدين صلى الله عليه وسلم. وعدت السنوات، ولما جاءت النبوة صلى الله عليه وسلم وجاءت الرسالة ودافع عنه، ولحد ما قريش قاطعوا أبا طالب وقاطعوا آله وأهله جميعا 3 سنوات في حصار. قال صاحب مختصر السيرة: حتى أن النساء كانت أصواتهن ترتفع إذا جاء الليل من الجوع، نزوان بالليل أركم من الجوع، وده كافر أبو طالب وبرضه ثابت مع الرسول عليه الصلاة والسلام 3 سنوات. لما نكلوا الصفق بتاع الشجر وجاء سائل النبي صلى الله عليه وسلم ولأبي طالب، فدافع عنه أبو طالب وقال: حليم رشيد غير طائش يوالي ربا ليس عنه بغافل. قال في الرسول عليه الصلاة والسلام، قال الرسول ده حليم ورشيد ليس بطائش يوالي ربا، شوف الزول فيهم الدين عديم، يوالي ربا ليس عنه بغافل. والحد ما قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. والله كان ما بس خايف من كلام الناس، والله كان بقيت معاه وزاته، شايفه صادق وبحبه. لما جاء الموت، شوف المحق، جاء الموت والرسول عليه الصلاة والسلام خايف عليه، قل: يا عماه قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، دل فيها الحجة. انت أخذ من الحديث ذا، لو داير حجة قوية قدام الله، أي لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، لا إله إلا الله، دي بعدين الله بيدفع بها العذاب عنك سبحانه وتعالى. فأبى، قال: على ملة عبد المطلب. نفعته المحبة؟ ما نفعته. الدفاع 48 سنة نفعوا؟ ما نفعوا، في النار. في النهاية خفف عنه بأن يوضع تحت أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، عذاب خالدا مخلدا أبدا فيه. الموضوع خطير، لازم تتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. الناس ليه ما تحبه؟ ليه ما تتبعه؟ وحديث في البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم
إبراهيم عليه السلام وذكر قوله إنهن أضللن كثيرا من الناس، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وذكر عيسى عليه السلام وقوله، يعني وذكر قوله إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال عبد الله بن عمرو فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع جبريل إلى ربه سبحانه وتعالى فقال إنه يبكي خوفا على أمتي، فقال رب العزة والجلال لجبريل عليه السلام اذهب إلى محمد وأخبره أنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فبيبكي عشان الأمة، والأمة سيب خالفه فيه، وعنده دعوة مستجابة. أي نبي عنده دعوة مستجابة دعا بها في الدنيا إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ادخرها ليشفع بها للأمة، وبعد ده بخالفوه. بل انت إذا اتبعته يضحكوا عليك والله يكرهوه عديل كان. هسي الشاب عشان تعرف هو بعاملهم كيف وهم بعاملوه كيف. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أولى بك من نفسك الرسول عليه الصلاة والسلام. شكاية الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله تعالى لما ذكر ضلال المخالفين للسنة ذكر الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجراد والفراش يقعن فيها في ظلمة ولا على نار. الجراد بيشوف النور يجي شنو؟ يقع في النار، والفراش وهو يذبهن عنها، هو شنو؟ بذب في الجراد والفراش. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا آخذ بحجزكم من النار. الحجز مربط الإزار محل القاش يعني. قال وأنا آخذ بحجزكم من النار وأنتم تفلتون من بين يدي، يعني هو حريص إنه الناس ما تخش النار، هم قاعدين يتفلتوا بخشوا، في ناس مصرين دارين يخشوا بس حيرونا ذاته. والله شكاية حديث في صحيح البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى؟ قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ بذول بيأبى يخش الجنة؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. عليك الله الطريق ده ما واضح. من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. شكيت الزول الدائر الله يرحمه مش الجنة دي بالرحمة، تتابع الرسول عليه الصلاة والسلام. ما تقول رحمة الله وازعة وانت بتخالف النبي صلى الله عليه وسلم، هي وازعة لكن الله ما من قال لك وازعة وراك بعدها في كلام. قال في سورة الأعراف ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لمنو يا الله؟ للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. شكا رب العزة والجلال قال وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين.
تدار الرحمة ودار الهداية تابع الرسول عليه الصلاة والسلام وما تخالفه وتحبه أكثر من أي زول رسول عليه الصلاة والسلام وتكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وتدافع عنه لا ترضى فيه كلمة وتتبع منهجه صلى الله عليه وسلم. يقول لك الشيء ده أعمل وتعمل ده ما تعمل وما تعمل، لو خالفت بتقع في مشكلة كبيرة جدا، لأن الله تعالى قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إن رد بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. تخالف الرسول عليه الصلاة والسلام مشكلة كبيرة جدا، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره هذه الآية من سورة الفرقان، سواء نزلت في أبي بن خلف أو في أخيه أو في غيرهما فهي عامة، وسواء نزلت في عقبة بن أبي معيط أو في غيره فهي عامة عامة، لأنه قالوا من أسباب النزول في غير تفسير ابن كثير ذكر هذا الذي ذكرته، لكن في غير تفسير ابن كثير ذكر القصة بعضهم، وهي أن عقبة ابن أبي معيط أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل بدر، قبل غزوة بدر، ثم جاءه صاحب له وهو أبي ابن خلف، فأراد عقبة أن يعانقه، دار يسلم عليه صاحبه شديد، فقال لا حتى تكفر بدين محمد صلى الله عليه وسلم، وفي رواية قال وتدفل في وجهي، فارتد عن الدين، كفر عشان صاحبه، قال ده زول صاحبي وأنا ما بقدر أعيش غيره، والزول ده فردتي، فردتك خشوا شوية بعدين، والله قال صاحبي شديد ما بقدر أعيش غيره، في ناس كتار هسي كذي طوالي مشى معاه. جاءت غزوة بدر فحدث الذي حدث، فلما مات عقبة أنزل الله الآيات، ويوم يعض الظالم على يديه يقول، جزاك الله خير، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يا ريتنا الزول لو ما صاحبته، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، بعد جاءني الحق، وكان الشيطان للإنسان شنو خذولا، بيخذلك في وقت محتاج للإعانة، ويخذلك هذا الشيطان سواء كان من الإنس أو من الجن. وبعدين أي زول يخالف الرسول عليه الصلاة والسلام بيندم، والزول الخالف الرسول من أجله صلى الله عليه وسلم بيبقى عادوا له يوم القيامة، يعني زول خالف الرسول عليه الصلاة والسلام ليه خالفته؟ عشان فلان، يوم القيامة بيبقى عادوا له، يوم تقلب وجوههم في النار قلبوهم في النار على وشهم، بس الناس في المطعم مساهم شافت الدجاج بيقلبوا في تلقى الزول يلاوي ذاته، وده بقلبوه في نار صغيرة هذه بتاع الدنيا هنا محصورة في حاجة زي الصندوق، وقال لك يقلبوه في النار نار جهنم،
يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. وفي قراءة كثيرة، مش موضوع خطير، يدعو عليه يوم القيامة. كان في الدنيا بحبه لما خلى درب الرسول عليه الصلاة والسلام، عمل له درب براه زي الناس زينة، ما دار يجيب اسم زولا مراعاة للمصالح والمفاسد. والله الناس دي سمت قد سمت، اي ناس عملون جماعة براهم وحزب ودراس ونداك، ما دار يجيب اسم زولا. لكن في النهاية عارف انه شنو الناس دي لخبطوها، الزول عينه لدرب الرسول عليه الصلاة والسلام، ايش يسوي له درب براه جديد كرت براه سوى. جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الجماعة. وفي رواية قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. انت لو دار النجاة تتبع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ولذلك رب العزة والجلال قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. ومن يشاقق الرسول، كما قال ابن كثير رحمه الله، أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعته في شق وهو في شق آخر. هزول ما شلال غرية وهتظلمه بالليل سايق، وبعدين الدقداق والهناي ماشي شارع خيران، وهناي واحد يقول له راكب ورا يقول له شاقق شاقق، شفت شاقق ده بروح، لأنه في درب معين بيوصي. ففي ناس الدين ما فيه ابتلاء، لما تمسك الدين بتبتلى، فأنت تصبر، لكن الدين فيه سعادة الدنيا والآخرة. ففي ناس الابتلاء ما بيتحملوه، دارين يشاقوا برضو في الدين، دارين يشاقوا. قال لك: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. قال ابن كثير: أي نزين له طريقته ونحسنها استدراجا من الله تعالى. يكون عليه ضلال غير الحق وغير درب الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال نفسه عليه خير وعليه حق، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت شنو؟ وساءت مصيره. فعشان كان الموضوع ده والله موضوع عظيم وفيه كلام كثير محبة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولماذا لا يحبه العبد وقد أفنى عمره صلى الله عليه وسلم في تبليغ دين الله تعالى، وهو الشفيق بالأمة، وهو الرحيم بهم، وهو الذي يقف على الصراط كما في صحيح مسلم: وكلما صعد رجل من أمته يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم سلم سلم، رب سلم سلم. وهو الذي يشفع لهم يوم القيامة، وهو الذي يدعو ربه سبحانه وتعالى بأن يرحم هذه الأمة. وهو صلى الله عليه وسلم الذي يترك أحيانا بعض المستحبات، يترك بعض العمل بالمستحبات خشية أن تفرض ولا تستطيعها الأمة. كل هذا شفقة بهم وخوفا عليهم وحرصا على ما ينفعهم وفرارا مما يلحقهم من العنت. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
ولما تحبوا في الدنيا تتبعوا طوالي. الزول بيحب الزول بيقلدوا يا جماعة بيتبعوا كذا خليه يقلدوا بيتبعوا. هسي شباب تلقاهم واحد حالق شعره خالي بجنبات حالقه بجاي قايم كذي زي الديك ده ماله؟ ولك والله بيشجع نيمار. أيوة يعني عجب نيمار سوى زيه. أي واحد تاني تلقيه توطح بالباب وبوشة محديد ما لك هذا يقول لك الله مصارع الفلاني. واحد تالت تلقيه العصرية ينطط لابس لك الدارة ولا مركوب مهم بنطط تقول له ما لك يقول لك لاعب الكورة الفلاني بيشبهوا بهم. الزول بيحب الرسول عليه الصلاة والسلام ليه لما نتبعوا الناس بيتضايقوا؟ مش كلام بيقطع القلب؟ هسي بعد الكلام ده كله تعفي لحيتك يقول لك تخليت مالك بقيت معاون ولا شنو معاون منو لك الجماعة ديل؟ لا لا هو معاون أهم عمنو انت لك والله في البخاري وفي صحيح مسلم وفي صحيح مسلم من رواية عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حفوا الشوارب واعفوا اللحى. قال ابن حزم ده قديم الأندلسي قال هذا للوجوب ده ما للاستحباب سنة مستحب لا لا قال هذا للوجوب للوجوب. قال فلا يجوز ترك الشارب من غير إحفاء ما بجوز تربي كثير لازم تشيل منه ما شرد كله لكن تشيل منه. ولا يجوز أخذ شيء من اللحية انتهى الموضوع. مش ده حديث رسول عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود صححه الألباني من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إزرة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين فما كان أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. كلام خطير ده من غير تكبر أو بتكبر. ومن جر ثوبه بطرا لم ينظر الله إليه ده حديث صحيح في سنن أبي داود. فالناس تطبق أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وما تقول ده حق الطائفة معينة دي ما حجة يوم القيامة. والله تباري الناس دي تخلي الدين مرة واحدة. الناس دي ما الناس دي أزول قال لك الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم وفي غيره من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام غريبا. الإسلام ده بدأ غريب ناس بيأكلوا ربا مسلمون ما بيأكلوا ربا ناس بيطوفوا بالكعبة عرايا مسلمون بيلبسوا ثياب ناس بيعبدوا الأصنام مسلمون بيعبدوا الله سبحانه وتعالى وحده. الإسلام بدأ غريب وسيعود غريبا كما بدأ. واسي والله الناس بدعان من الغربة للأسف في بلد المسلمين. هسي الشاب المستقيم في نص الشباب غريب لك ده الله يستر عليه ما يجين غايته يجين ليه؟ عشان يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. لك تشدد تشدد ما في تشدد. ناس دي والله قاعدة تاكل ايس كريم ويلعبوا في الخماسيات في الكورة وحاجات كثيرة جدا وبيتونسوا وبيضحكوا وبيتزوجوا ما في شيء. فأنت تحب الرسول عليه الصلاة والسلام وتتبعه. قال الله تعالى ومن يطع الله والرسول عشان الله يلمك في يجمعكم في الجنة. قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله. نسأل الله يدخلنا في هذا الفضل العظيم. وما تغلو في الرسول عليه الصلاة والسلام ما تغلو فيه ما تحلف فيه ما تقول وحات النبي ولا تناديه في الشدائد تقول يا رسول الله الحقنا ده شرك ولا تقول يا شيخ فلان ولا علان ده شرك بالله تعالى. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. وما تقول القصائد اللي فيها غلودي روضة قبرك
أفضل من عرش الله وأبرك، ولا تقول ديك الثانية ديك يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند نزول الحادث العمم، إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ده ما بجوز، كل من الغلو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن النسائي وصححه الألباني: إياكم والغلو، فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو. وقال في صحيح البخاري: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما تغلو في الرسول عليه الصلاة والسلام، تحبه تعظمه تصلي عليه صلى الله عليه وسلم تتبعه، لكن ما تغلو فيه. وبهذا تكون النجاة، والكلام يطول جدا.